مساء الخير على حضراتكم، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم كلام عسل. النهارده ان شاء الله زي ما عودناكم هنقدم لكم وجبه علاجيه، مش اي وجبه ولا وجبه عاديه. الوجبه النهارده ان شاء الله هنقدمها يعني عملها لاضطراب الدبريشن او الاكتئاب. هيبقى معانا ان شاء الله الشيف هيقدم لنا الوجبه، واسمحوا لي ارحب بضيوفي النهارده. معانا الاستاذه منى النجار، مفسره احلام. اهلا بك يا دكتور. اهلا بيكي. اهلا اهلا بيكي يا بحضرتك. استاذه منى، اهلا منوراني. شكرا. ومعايا سالي، معايا سالي العراقي، اعلاميه ومذيعه، اهلا بيكي يا دكتور. منوراني. اهلا، اهلا بيكي. ربنا يخليك اهلا يا دكتور. بيكي، منورنا النهارده. ومعايا الشيف كريم، هيقدم لنا النهارده، عامل لنا مفاجاه حلوه للساده المشاهدين. كتير قوي من الناس بيحبوا الوجبه اللي هيقدمها لنا، مفيده جدا لاضطراب الاكتئاب. عامل لنا النهارده ايه يا شيف كريم؟ عامل لنا سوشي النهارده. السوشي ده هو هوم ميد، يعني هو بيتعمل في البيت، وفي نفس الوقت المكونات بتاعته كلها حاجات صحية، والناس كلها يعني المفروض انها تتجه للأكل ده عشان تبعد عن الأمراض والحاجات المش كويسة يعني كلها. طيب ممكن تقول لنا المقادير؟ حلو قوي السوشي، اكيد كلنا بنحب السوشي. انا منك كانت واحده من قبل الناس الحلقه بحبه نفسها قوي. تدوقه والله، ايه كانت رايك قالت لي يا نفس منى؟ الحلقه نفسها تدوقه السوشي. هناكله حاضر بعد الحلقه. انا حقيقه اول مره ادوقه، دقته في الصين، كنت في الصين وما كانش لسه نزل مصر خالص، بس حبيته قوي، بقيت اقول يا رب ينزل مصر. بس فعلا يعني غير ان هو هيلثي جدا وصحي جدا، طعمه جميل. بس هو ممكن بس نعرف الناس، عشان احنا الناس مشاهدينا ناس جميله قوي بسيطه، شعبنا شعب جميل وطيب. طبعا السوشي عباره عن ايه يعني؟ نتكلم كده، هو ايه يعني؟ يعني ايه اللي جواه؟ جبن ولا ايه الانواع اللي جواه كده يعني؟ هو اللي جواه اهم حاجه هو الورق ده نوري شيتس، ده اللي هو طحالب البحر، ايوه، طحالب البحر. بيتحط عليها الرز. الرز بيتعمل بيتسلق عادي جدا، بعد كده بنستناه اول لما يبرد بنحط عليه زي سيرب كده، اللي هو ده اللي هو المفروض السيرب بتاع السوشي، اللي هو عباره عن خل الرز ايوه، وعلى قده كوبايه سكر ومعلقه صغيره ملح. هي اكيد دلوقتي ناس مبسوطه قوي بيتخن؟ فرحانه، لان عرف لا يعني مش قوي. السوشي. طبعا سالي عارفاه، بالظبط عشان سالي كده. 24 ساعه بره البيت، فبتاكل بره. ودكتور هيل عارفاه، وفي ناس كتيره قاعده دلوقتي مش عارفه يعني السوشي يا جماعه. فبسطونا المواضيع فنتكلم فيها اكتر. طبعا دكتور هاله مع الشيف الجميل بتاعنا هنعرف اكتر السوشي وهو ايه، وتكوينه ايه، وتركيبته ايه، ودنيته ايه، وهل متاح في كل بيت ان هو يعمله ولا لا، مفيد ولا صح لا، كده. وضد موضوع حلقتنا النهارده بقى واهم حاجه الاكتئاب، في متناول الجميع ولا لا، اكيد يعني اكيد في ليها علاقه متناول بالاكتئاب. احنا الجميع عاملينه ولا لا. النهارده للناس اللي بيعانوا من الاكتئاب، سواء حاد او مزمن او بسيط، احنا عاملينه عشانهم. شيف كريم، انت عامل لنا كام نوع النهارده من السوشي؟ انا عامل النهارده 3 انواع. اول نوع خالص اللي هو الجاهز ده، اللي هو اسمه سالمون اورا، ده عباره عن الرز الاول بيبقى من بره، ومن جوه الفيلينج بتاعه بيبقى افوكادو وخيار وجبنه كريمي، وعليه من بره سموكت سالمون، وعليه من فوق سمسم وحبه البركه. حلو كلام قوي. ده جميل النوع الاول، وسهل قوي. اسمه ايه؟ سالمون اورا. يا ريت كده المخرج بتاعنا ينزل المقادير على الشاشه، اوكي، عشان برضو الساده المشاهدين يعني يتعلموا زي ما منا قالت، او طبعا. يعرفوا طريقته. وانا حقيقه انا لما اروح ان شاء الله بكره هعمل السوشي ده ضروري. هتعملي بكره يا منى؟ انا ان ما شاء اعرفش الله مش اعمله. هعمله. ان شاء الله ان مش شاء هعمله. الله. تاني نوع معايا ده اللي انا هعمله دلوقتي، ده اسمه كراب ماكي، ده اللي هو بالكابوريا. ابدا فيه دلوقتي. مكوناته بس قول لنا المقادير كلها دلوقتي. المقادير هو خيار وكابوريا وجبنه كريمي، والرز بيبقى من جوه، والنوري شيتس دي هي اللي بتبقى من بره. اوكي، ابدا. تمام. معلش بعد اذنك، النوري شيتس دي ممكن الناس ما تفهمهاش قوي برضه، النوري فيا شيتس دي تبسطها شويه. هي طحالب البحر، هي بتتباع في السوبر ماركت يعني. ارفعها كده يا كريم من فضلك، نوريها للساده المشاهدين. هي مين ناكلها؟ عليها، هي ناحيتين، طحالب. الناحية اللي هي الخشنة اللي هي عليها خطوط، هي دي اللي بيتحط من ناحيتها الرز، والناحية الناعمة هي اللي بتكون من تحت. دي بتتباع في أي سوبر ماركت يعني، يكون بس معروف يعني شوية، ومش غالية يعني، رخيصة مش غالية. طب هل الأكلة دي مكلفة ولا متاحة لأي بيت مصري؟ لا يعني هي مش مكلفة قوي، بس طبعا المكلف فيها هو كابوريا يعني الكابوريا والسالمون والجمبري، هم أكتر حاجة. طب الساندوتش حلو، يقسموا على بعض. ممكن على بعض. بس هي يعني لو هتتعمل في البيت هتبقى أرخص من بره طبعا، لو هاكلها بكتير يعني. ومدة طهيها قد إيه؟
لا ما بتاخدش وقت خالص، هو بس يعني تحضير الحاجة يعني الرز وتقطيع الحاجة هو بس اللي ممكن يكون بياخد وقت، لكن الرول او اللفة نفسها ما بتاخدش وقت. ورينا وعلمنا عشان منى ناوي تعملها بكرة والدكتور هلا هتعملها بكرة ان شاء الله. خلاص انا ما بطبخش خالص. اوكي، اول حاجة انا معايا الرز هنا زي ما شرحت، هو بيتحط عليه خل الرز وملح وسكر، السكر بيبقى على قد يعني لو احط كوباية خل يبقى قدامها كوباية سكر ومعلقة شاي ملح. اول حاجة خالص باخد الرز هنا. طب دكتور هل عبال ما الشيف الجميل يعمل لنا الحاجات الجميلة اللي هي الحمد لله المشاهد بتاعنا عرفها هو ايه كويس، وسالي طبعا سالي مركزة على الشيف كأنها يعني بكرة راح النهاردة اعملها لجودي والبيت عندي النهاردة. احنا قلت لكم عملنا لكم مفاجأة، الشيف بتاع النهاردة مفاجأة للسادة حاجات جميلة جدا. بس بالنسبة لموضوع الاكتئاب، هي الاكلة دي الوحيدة المفضلة لمرض الناس اللي عندها اكتئاب؟ وهل الاكتئاب ده مرض مزمن؟ وهل الاكتئاب ليه اكلات معينه تضيع الاكتئاب وعصاير والحاجات دي؟ اكيد هو سؤال منا جميل وسؤالك برضو حلو يا سالي. خليني الاول يا منا اعرف الاكتئاب. هو الاكتئاب عباره عن اضطراب مزاجي بيكون معاه اعراض زي الزعل الشديد والحزن الشديد وعدم الاحساس بالامل، اللي هو بقى يقول لك ايه ده انا دخلت في حيطه سد يعني مفيش امل خالص بالبلدي، يعني ما عندوش رغبه في اي حاجه ولا في الحياه ولا عنده امل في اي حاجه. ده طبعا اعراضه يعني، او في اعراض اخرى تانية. هو ليه اعراض جسميه واعراض سيكولوجيه اللي هي نفسيه واعراض برضو سلوكيه ممكن تؤدي للانتحار فعلا يا دكتور؟ ممكن تؤدي لحد الاكتئاب الشديد. انا عندي اكتئاب بسيط متوسط شديد، كل حاجه ليها درجاتها الثلاثه دي. فطبعا الاكتئاب زي ما منا بتقولي هل هو مزمن، انا جالي ناس كتير قوي السنتر عندي يا منا وكان عندهم اكتئاب بسيط ومتوسط والحمد لله يعني بطريقه العلاج وبالاكل وبالتغذيه الصحيحه الموضوع ما خدش معاهم 3 شهور والحمد لله خفوا فعلا حقيقي خفوا خالص. فهو مش مرض مزمن، وانا دايما ما بقولش عليه مرض، انا بقول عليه اضطراب لان هو مش مرض. هو عباره بس عن اضطراب في المزاج مش اكتر يعني. وطبعا اسبابه زي ما بتقول يا سالي، انت بتساليني على اسبابه. لا انا عايز اسالك سؤال تاني بقى. اتفضلي. الناس اللي بتيجي لحضرتك العياده يا دكتور او السنتر عندك بتحاولي تحلي معاهم مشاكلهم ولا بتديهم ادويه وبتلجئي اسهل حاجه للادويه، ولا بتمشي معاهم بقى نظام اعشاب واكل صحي ليهم وان هم يغيروا ستايل حياتهم؟ لا لا خالص، انا ما بديش ادويه خالص غير يعني عايزه اقول لحضرتك ما بدي تقريبا ما بديش ادويه. انا بعمل لهم كذا سيشن كذا جلسه، بعمل نظام يعني نظام علاجي بنمشي عليه مع التغذيه الصحيحه، لان التغذيه دي يا جماعه زي ما قلت في بدايه حلقاتي كلها ان التغذيه دي 25% من العلاج. لو هنمشي عليها صح هتساهم وهنشوف كل مرض او اضطراب محتاج ايه وبندخل له اغذيه فيه. طب هسالك برضه سؤال تاني يا دكتور معلش، الشوكولاته والاكتئاب ايه علاقتهم ببعض؟ حلو قوي السؤال ده. ده الدارك تشوكلت دي اهم حاجه او اهم يعني النهارده عليها من حاجه مهمه جدا في علاج الاكتئاب. طب يعني البعد عن ربنا في الاكتئاب في الشوكولاته، ولا واحد معهوش فلوس يجيب الشوكولاته اللي هي سالي بتقول عليها والكلام ده كله؟ كل الكلام ده جميل جدا وكل الكلام سهل جدا، والبعد عن ربنا. بص يا منى انت كلامك طبعا جميل وألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيعني انت لخصتي برضو جزء كبير من العلاج اللي هو لازم اقرب من ربنا، لازم اقرا قران كتير. وده طبعا احنا مش هنقول من كل لكل المصابين باضطراب الاكتئاب، لان ممكن حد فيهم يبقى مش مسلم، حد فيهم ما يبقاش مسيحي. فاحنا هنقول برضو نرجع للكتاب بتاعنا نقراه كويس، نقرا الكتاب الديني بتاعنا سواء قران سواء انجيل نرجع له ونتقرب لربنا قوي. ده برضو جزء كبير من العلاج. وطب ايه العوامل اللي بيكون لها تاثير سلبي اللي هو ممكن الانسان يجي له اكتئاب بسهوله قوي لو فكر في الامور دي، او نقول العوامل الوراثيه لمرض الاكتئاب؟ سؤال جميل، ودي فعلا اللي هو تقريبا الاسباب بتاعته. من في ناس قالوا علماء قالوا انها وراثيه، وناس قالوا انها اثناء حياتنا في البيئه بتاعتنا مؤثره. الوراثيه خدوا عينه من الناس اللي عندهم الهيستوري بتاعهم او العيله بتاعتهم فيها عندهم امراض او اضطراب اكتئاب، لقوا فعلا 75% منهم بيجي لهم اكتئاب. اما البيئه طبعا يعني قدرات، يعني ايه؟ يعني انا وانت يا منى ممكن نتعرض لحاجه واحده، يعني مثلا ظرف واحد مثلا لا قدر الله انا وانت نخسر فلوسنا فلوسنا كلها، انا اخش مستشفى امراض عقليه وانت تبقي سليمه. فقدرات قدرتك على التحمل، قدرة الشخص ده على التحمل، والقدرات دي وراثية برضو. بس خلينا متفقين قبل ما نرجع لشيفنا العظيم طبعا دلوقتي، ان الفترة اللي احنا فيها دلوقتي اعتقد ناس كتير بنسبة 95 96% عندهم اكتئاب،
وبيعانوا من اكتئاب بسبب ظروف ماديه، ظروف اجتماعيه، مشاكل في الاسره. الحل نتعامل ازاي معاها يا دكتور؟ يعني لو مهما عندنا مشاكل وازمات ازاي نتغلب عليها؟ بصي، احنا اول حاجه لازم نرضى باللي ربنا كاتبه لنا بالقدر بتاعنا، سواء شره او خيره. دي نمره واحد. نمره طبعا دي ناحيه دينيه بنتكلم فيها. تاني حاجه لازم اتعامل مع النعمه اللي ربنا مديها لي. في ناس عندها نعم كتير قوي مش حاسه بيها، تقول يو اوف انا اشمعنى انا كده، اشمعنى انا قدري كده، اشمعنى جارتي احسن، اشمعنى ما اعرفش ايه. انت مجرد بتخشي التواليت سليمه على رجليكي من غير ما تتألمي، دي نعمه. تقومي من النوم سليمه الصبح، جسمك كله سليم، مفيش جلطه لا قدر الله، ومفيش مرض، مفيش اي حاجه وحشه، دي نعمه. ولادك قدامك كل يوم زي الفل وسلام، دي نعمه. جارتك الجميله اللي في وشك نعمه، صاحبتك المخلصه دي نعمه، عندك نعم استغليها. جوزك انا عارفه هيبقى فيه حاجات وحشه وحاجات حلوه، استغلي النعم الحلوه، استغلي الصفات الحلوه. فالجميل قوي يا سالي ان انا اتعامل مع كل حاجه حلوه في حياتي ومزمزها كده واحس بيها واستشعرها. فعمري لو انا عملت كده عمر ما هيجي لي اكتئاب. مع ان هو دكتور طبعا احنا مش في اكتئاب خالص، زي ما سالي بتقول مش عارفه انا هفضل على طول ضدها ليه. احنا مش في اكتئاب، احنا في فراغ كبير قوي، او ان احنا فاضيين قوي. لا عندنا مشكله، عندنا مشكله. لا 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 مش اكتئاب، الحظر والظروف اللي البلد بتمر عليها بتخلي مثلا الراجل يقعد في بيته، او بتخلي الواحده اللي بتشتغل ما بتشتغلش فقاعده في البيت. هو مش اكتئاب، هو حاله من الملل. ما بنقولش كلمه الناس بقت وحشه، ما تسمعيش كلمه الناس بقت وحشه بتتقال بالناس. لا على فكره الناس على طول، هو ده طبع الطبع اللي يغلب التطبع. الناس طول عمرها هو طبعها ده، ولكن بان وظهر اكتر في ظل الظروف، ان انا عايزه منك مبلغ معين فانت منعتي نفسك عني. مش ماديا بس، لا هو ماديا، ما فيش حاجه غير ماديا دلوقتي، ما فيش حاجه بتتساوى مع الناس دلوقتي غير ماديا. نفوس الناس اتغيرت بينها وبين نفسها، بقى بيحصل مشاكل والضغوطات في الشغل. الظروف والضغوطات اللي اكتر الناس اتاثروا بالاقتصاد بتاع البلد، وقعدوا من شغلهم وكده، فدي اتاثرت معاهم نفسيا، فبدا الناس تكتشف بعضها. بيقولوا الوش الحقيقي لكل بالزبط واحد. بالظبط كده، بالظبط. فالموضوع ما بقاش اكتئاب، الموضوع بقى ان احنا فاضيين، قاعدين طول النهار فاضيين، فاحنا مش عارفين نعمل ايه. مش بنستغل الوقت مثلا ان احنا يبقى في صله قويه بين الاقارب، ان احنا نكون صله قويه بيننا وبين ربنا، ان احنا نعمل حاجه مفيده. فبالتالي ان احنا بنكتئب بقى، تقعدي في الاوضه 24 ساعه ماسكه الموبايل بتاعك، تسيب الموبايل ترجعي له، تسيب الموبايل ترجعي له. لسه كنت اسال الدكتوره هاله، هل الموبايل سبب برضو من اسباب الاكتئاب؟ هو بصي، من اعراض الاكتئاب ان انا ايه، العزله، ان انا بعزل نفسي عن الناس، وده مش غلط. فمين هيبقى صديقي في العزله؟ الموبايل. يعني عشان كده كل حاجه يا جماعه ليها ليميت ولها ساعات معينه، ما ينفعش امسك الموبايل على طول، ما ينفعش اعزل نفسي خالص. يعني العزله دي عمل لنا توحد في الكبر، ان احنا عندنا كده. حاله توحد خالص. انت بتقي جوزك لما بيجي يكلمك وانت معاك الموبايل؟ انا بحب جوزي الحمد لله. وتقريبا هناكل سوشي بقى دلوقتي، يعني نرجع بقى للشيف. اتفضل يا شيف. حطيت الكابوريا وحطيت الخيار، بعد كده احط الجبنه. دي جبنه قلنا اسمها ايه؟ دي جبنه كريمي. اي نوع جبنه كريمي. تمام. بس طبعا مش قريش، يعني اي نوع جبنه ممكن يتحط. بعد كده ببدا الفه. اللي هي باختصار كريمه اللباني؟ لا، جبنه كريمي. جبنة كريمي، يعني اي جبنه كريمي بتتباع في السوبر ماركت. وبعد كده بلفه، بس بمسكه كده كويس. بيتلف بسهوله معاك طبعا. بس كده كده يعتبر الرول جاهز. ده اول رول. نفكر برضو الساده المشاهدين دلوقتي، انت عملت الرز ازاي تاني سريعا؟ الرز عملته ازاي؟ الرز اول حاجه خالص بيتسلق، وبعد كده اول لما بيبرد بنبدا نحط عليه خل الرز، ونحط قصاده نفس المقدار نحط سكر ومعلقه صغيره من الملح، ونقلبه. وبعد كده بنبدا ان احنا نشتغل بيه عادي. دلوقتي انا بقطع كده من النص، مع كل تقطيع بس بحط على السكينه ميه لحد ما الشيف يقطع. طب يا سالي، انت سالي خلي بالك يا دكتور هتضيع الحلقه في الاكل. ان شاء الله هتتعلمي بطريقه ان شاء الله بعد الحلقه. عاوز يا دكتور استشير حضرتك في حاجه صغيره قوي. افرض انسان عنده اكتئاب وتعبان ورافض ان هو يروح للاطباء، هم اكتر طبعا، احنا كشعب شرقي او مصريين دايما بنقول له الطبيب النفساني كانه حد اللي رايح له مجنون. فازاي ممكن احنا نعالج انسان من غير ما يحس ان هو بيتعالج، ونبدا ان احنا نمشي معاه ببرنامج معين، ونبدا فعلا ننجح وناخد خطوات كويسه معاه من غير ما يحس، وفي الاخر يكتشف نفسه ان هو اتعالج من كارثه هو كان داخل عليها، بس من غير ما يستشعر ان هو عند طبيب؟ نفس سؤالي قريب من سؤال منا. هل ينفع لو احنا حسينا ان حد مكتئب نعالجه او نخرجه او نخليه يغير جو، نخرجه من المود زي ما هو، زي ما الناس بتقول بمعنى اصح؟ التحفيز، نحفزه ازاي؟ ده في البيت.
في البيت بره في العموم بقى أي هو, هو طبعا في البيت لابد ان انتوا تخرجوه من العزله، ده نمره واحد لازم يخرج من عزلته. اهم نقطه لازم تحسسوه بالامل ان الحياه حلوه وان الحياه فيها امل، ولازم تشجعوه انه لابد انه يروح لدكتور نفسي او اخصائي نفسي او عياده نفسيه، ضروري جدا. طبعا هو احنا اول حاجه بنشخص الاكتئاب، ليه طرق تشخيص معينه بنشخصه وبنشوف درجته، وبناء على كده بنعمل له برنامج علاجي. كذا درجته يعني ايه يا دكتور؟ الدرجه بتاعته يا اما ضعيف يا اما متوسط يا اما شديد. يعني في اكتئاب ضعيف لسه في بدايته، ما عندوش اكتئاب حاد. يعني في حاد اللي هو شديد سيفير، ده اللي هو بيوصل للانتحار خلاص، ما عندوش امل في الدنيا كلها، فقد كل حاجه. ممكن ده بيبقى عن طريق مثلا حد فقد حبيب، واحده سابته، واحد سابها، فبيجي لها اكتئاب بطريقه يعني مثالان خلاص، ده اخر الدنيا يعني. فبيفكر في الانتحار، ده اللي احنا بنقول عليه سيفير او شديد. اما لو بسيط ومتوسط ده طبعا بيتعالج بسهوله جدا، عباره عن ما بياخدش مثلا حوالي 5 سيشنز او 5 جلسات. بنقعد معاه اولا بنسمعه، يعني بيقعد معانا بنسمعه بلس بنعمل له بقى برنامج يمشي عليه في العياده. بلس ان احنا بنعمل له برنامج غذائي مهم قوي، زي ما سالي قالت لازم لابد ان يكون في الدارك تشوكلت، والشيف برده النهارده الشيف كريم جايب لنا دارك تشوكلت وهيعمل لنا برده حاجه خاصه بال عصير موز بالكاكاو وبالبلح. وطبعا يعني الموز من الحاجات اللي الناس بتقول عليها ان هي ضد الاكتئاب، ومعانا كمان بلح وعسل، وهنعمل العصير ده. ومعايا دلوقتي بس النوع التاني من السوشي، كنت عامل حاجة مختلفة شوية عن السوشي اللي هو بالأسماك يعني. هعمل سوشي بالخضار كمان غير السوشي اللي هو بالكابوريا أو بالسلمون. السوشي بقى اللي هو بالخضار ده، أول حاجة خالص بس الرز الأول حطيته، بعد كده بحط عليه من بره هنا بحط حبة البركة والسمسم. وكده جدا حبة البركة والسمسم. حلو قوي يا شيف، لان طبعا انت بتقول بلح، قلت لي العصير بلح بلح وكاكاو وموز. الموز طبعا عارفين مادة التريبتوفان، المادة دي مهمة قوي لمرضى الاكتئاب، هو عبارة عن حامض أميني موجود برضو في الموز زي ما قلنا. بيعالج الأرق والإرهاق وبيعدل المزاج والمود، مادة جميلة ففعلا. وبلس ان الحاجات الكابوريا والحاجات المحار البحر والاسماك والكلام ده كله فيها اوميجا 3، اوميجا 3 مهمه قوي للعقل والدماغ وللارق وعلاج الاكتئاب. طب ففعلا بعد اذنك يا دكتور، عشان قلبي بيقول لي ان في حد من المشاهدين قاعد عايز يسال سؤال وعمال يقول اتكلموا بقى، ايه الامراض العضويه اللي ممكن تظهر على مريض الاكتئاب ونعرف ان هو عنده اكتئاب؟ سؤال حلو برضو. حاجه ثانيه برضو هسالها لك مع سؤال منها. سمعتي مشاهد؟ لا ما سمعتوش. هسألك سؤال تاني، الاكتئاب ليه سن؟ يعني الأطفال ممكن يجي لهم اكتئاب، الشباب أكثر عرضة سنا لمين؟ سؤال حلو برضو. هو بصي من بداية 20 سنة، يعني الأطفال نادرا ما يجي لهم اكتئاب. ليه؟ لأن احنا قلنا من مسبباته الأساسية الحاجات اللي بنشوفها في حياتنا اليومية، واحد فقد ماله في البورصة، واحد فقد حبيبته، واحد فقد أمه، واحدة فقدت جوزها، معرفش إيه الكلام ده كله. فعشان كده هو دايما بيجي للكبار أكتر من الصغيرين، لكن هو بيبدأ من 20 سنة، لكن ممكن تلاقي طفل صغير عنده بس بدرجة بسيطة قوي. نجاوب على سؤال منا. سؤال منا بقى، فيه طبعا احنا قلنا ليه أعراض جسمية وسيكولوجية وأعراض سلوكية. الجسمية منا تلاقيه فيه اضطرابات في النوم، يعني تلاقيه ينام كتير ينام قليل، اضطراب يعني. جميل. اضطراب في الأكل والوزن، يعني تلاقيه يتخن قوي. في واحدة تقول لك أنا بزعل بفتح التلاجة وأقعد آكل. على فكره انا من الناس بالفعل. انا من الناس دي. في ناس تفرح تزعل تاكل على فكره. وفي ناس تقول لك انا بصوم عن الاكل لما ازعل. فيا اما يحصل اضطراب تبع ميول كل واحد، فيا اما يحصل اضطراب في الاكل في الوزن بالضعف او بالنقصان او بالزياده. كمان بيبقى فيه اضطراب سلوكي، يعني تلاقيه على طول قاعد مبوز، عايز يعيط، تلاقيه مصدع، تلاقيه عصبي جدا. دي حاجات سلوكيه بقى يعني، فاهمه؟ فكمان في عندي تحسي ان هو يعني ممكن تلاقي واحد قاعد يبكي بكاء هستيري وهو من غير سبب. ساعات بتيجي حالات كده يا دكتور، صح؟ يعني هقول لك على حاجه، السوشيال ميديا الفتره الاخيره على الفيسبوك اخر 6 شهور تقريبا، يعني بالتحديد كمان 6 شهور، الموت كتر قوي. كل شويه افتح الفيسبوك الاقي حد مات، حد ما اعرفوش حتى. كل شويه الاقي حد عي، حد مات فجاه، حادثه، مرض. ده برضو في حد ذاته الجو الخارجي يعمل اكتئاب في حد ذاته يا دكتور.
بصي احنا برضو زي ما منا قالت قال بذكر الله تطمئن القلوب، ونقول ان لله وانا اليه راجعون. لابد ان احنا نرضى يا جماعه بالقدر بتاعنا شر وخيره، صح. لان احنا احسن من ناس كتير ولو طلعتوا مع الغيب والكلام ده كله. فطبعا يعني دي اول نقطه. النقطه الثانيه زي ما قلت الرضا مهمه قوي، مهمه قوي. قناعه ورضا طبعا. يعني الرضا وظروفك ودنيتك بالظبط كده. دي حاجه كبيره قوي عند ربنا، وفي نفس الوقت بعالج بيها نفسي، برضي بيها نفسي. كمان مهمه قوي الاسره اللي حواليه المحيطه بتساعد الشخص ده اللي فقد اي حاجه، بتساعده، بتحاول تفهمه ان الوضع ده مش دايم، او ان احنا كلنا مش دايمين، او الفلوس مش دايمه، او بتصبر بالظبط كده. مبدئيا احنا النهارده كده يعني تقريبا خلصتي، هنرجع بقى لكريم نشوفه عمل ايه. خلص، انا شايفاه خلص الطبق كده. انا عملت بقى هنا ده السالمون اورا اول حاجه خالص، زي ما قلنا هو جواه افوكادو وخيار وجبنه كريمي وعليه من فوق سموكت سالمون. تاني حاجة عملتها اللي هو الكراب ماكي، ده اللي هو النوري شيتس من بره والرز من جوه والكابوريا والخيار وجبنة كريمي برضو. تالت نوع عملته ده النوع المختلف بقى، ده الفيجي سوشي اللي هو الخضار، ده عبارة عن خيار وجزر وجبنه كريمي وعليه من بره الرز من بره وعليه حبه البركه والسمسم. يعني كده دول ثلاث انواع يا كريم. دول ثلاث انواع بالظبط. في حاجه كمان بقى كنت عايزه اقولها، ده جنزبيل فريش، ده بيتحط، ده بيتاكل مع عايز اقول لك انا بشوف في اطباق السوشي دايما كده وحاجه خضراء. يعني بص ما ببقاش عارفاهم، حاجه حراقه قوي، لون حاطين له لون، بصي الله جميل. ما هو ده سبايسي طعمه كده شويه. الزنجبيل ده على فكره مش سبايسي، يعني تحس ان هو شويه ميزز. هو ميزز شويه بس هو مفيد جدا للمناعه، بيقوي المناعه قوي. حلو قوي الزنجبيل، مفيد للمزاج، اسفه. حتى جاي في القران وكان مزاجه زنجبيلا. معرفش انا يعني قريت التشكيل صح ولا لا، ففيما معنى الايه يعني. فمعنى كده ان الزنجبيل فعلا مفيد للمزاج، بيعدل المود وبيعدل المزاج والكلام ده كله، وبيخسس الناس اللي هي بيخسس. احنا هنطلع فاصل، بس قبل ما نطلع فاصل جات لنا مشكله على السوشيال ميديا. واحده اتصلت بيا بينا وكلمتنا ومشكلتها هقولها عشان نحلها بعد الفاصل. بتقول انا حبيت مدرس اللي بيدي ولادي في البيت، وتطورت العلاقه الى علاقه غير شرعيه، ومش عارفه اتطلق عشان انا ما عنديش، والدتي ووالدي ما عندهمش بيت ليا، وهو جوزي بيصرف كويس على البيت، فمش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اتمادى، مش قادره اسيب ده ولا قادره اسيب ده، اعمل ايه؟ استنونا بعد الفاصل نرد عليها ونقول لكم هتعمل ايه. نالكم تاني حضرات الساده المشاهدين مع ضيوفي، وجات لنا ضيفه جديده جميله، شابه جميله، مريم التوخي، طالبه بكليه الاعلام. اهلا بيكي يا مريم. اهلا اهلا بحضرتك، نورتينا. نورك. احنا بنتكلم دلوقتي على مشكله السيده اللي اتصلت بينا وقالت لنا المشكله دي، ان هي عملت علاقه غير شرعيه مع المدرس بتاع ولادها في البيت، وطبعا هو بيخش البيت كانه مدرس، وزي ما حضراتكم فاهمين يعني. فهي مش قادره تسيب العلاقه، ومش قادره في نفس الوقت تتطلق من جوزها، لان جوزها بتقول كريم للاسف، وبيصرف على اولادها بسخاء وعليها بسخاء. فطبعا دي نموذج انا مش قادره اقول، يعني مش قادره اقول ايه، لكن هنسمع اراء طبعا الضيوف بتوعي. اتفضلي يا استاذه منى، ايه رايك في السيده دي؟ طب خلي سالي تبدا، لان انا هتكلم كتير طبعا على الموضوع. انا هقول لك على حاجه، الخيانه الزوجيه في الستات دلوقتي عموما بقت اكتر من الرجاله، خلينا متفقين. وخلينا نتفق برضو في حاجه تانية، البدايه اللي هتغضب ربنا فالنهايه مش هترضيهم هما الاثنين. كلام جميل. فيا اما تاخد قرارها، انا يعني انا بسمع كتير على فكره، وبنسمع ان كتير قوي تبقى واحده متجوزه لمجرد ان مش عايزه تسيب سكن الزوجيه، وان جوزها بيصرف على الاولاد زي ما بتقولي بزخ، فانا مش هتطلق، انا هكمل بتقضيها بمعنى. بس خلي بالك انت بتتكلمي في موضوع، قضيه مهمه قوي، في عندها اتاحه ان هو يدخل البيت بحجه الدروس، فالموضوع متاح قدامها على فكره، حتى لو مش متاح يا منى. لا ما انت خلاص، لو زميل شغل، في غريزه عند الست مش بتفكر قدامها في اي حاجه، فزي القطر اللي ماشي مش عارفه تحود.
فاحنا عاوزين نديها اللي هو الحل اللي هو البسيط، والحل اللي هو يخليها تستمر وترجع لربنا وتستغفر بسرعه وما تخربش بيتها، لان هي كده مش بتحب، هي بتحب غريزه معينه في الراجل ده، مش حب كلي خلي بالك. لان ما دام الواحده بدات ان هي تقول اصل ده فيه صفات كذا، واصل انا ده بحب فيه كذا، يبقى هي مش بتحب، لا بتحب ده ولا بتحب ده. طب مين نسال دكتوره هلا بقى السؤال، سالتيها سالت الشخص ده هو عايزها تتطلق ولا عايزها تعمل ايه؟ بصي انا سالتها حاجات كتير، بس كنت مستنيه اما منى تخلص واقولها. هو يعني انا لسه ما خلصتش على فكره، اما منى تقول رايها يعني. لو لكن هو لو انت عايزاني اقول الحوار اللي دار بيني وبينها ممكن اقول. بصي بصي يا دكتور، هو الحل الوحيد الجميل علشان هي تبعد عن الشخصيه دي، طبعا تخلصي يا سالي صح، عشان ما نرجعش نتخانق في مواضيع الاستشارات الاسريه كل مره. احنا مختلفين كل مره. فانا من رايي البسيط ان انا علشان ابعدها عن الطريق الحرام اللي هي ماشيه فيه، وارجعها للراجل الكريم الطيب ابن الحلال اللي معاه ابو اولادها، فانا هديها اختيار بسيط قوي، تعمل عمليه اختبار علشان تقنع نفسها من جواها. انا كده مش هديها مسكن ومش هطبطب عليها ومش هقول لها لا قال الله وقال الرسول لازم تبعدي، اللي في دماغها هتعمله. فانا هديها حل بسيط وجميل قوي، هقول لها ايه رايك تبعدي عن جوزك فتره، جوزك ابو ولادك فتره، اللي هو كانك تشوفي هتقدري تعيشي من بيه او من غيره، يعني روحي في مكان تاني بعيد. احتياجها لجوزها مادي بس، احنا مش بنقول تتطلق. ما هي انت هتبعد عنه مش هتحسي بمشكله ان هيصرف على اولاده كويس. برضه مش برضه انت لسه ما كملتيش كلامي يا سالي، عشان انت اصلا بتبوظي المشكله كل مره. فتبعد عنه شويه، والتاني تحطه في حته اختبار، تقول له انا هنفصل من جوزي هتتجوزني؟ انا سالتها السؤال ده. قال لها اه. قال لها اه. بس انا واثقه ان هو مش هيتجوزها. بيزن على طلاقها؟ يعني لا ما بيزنش على طلاق. انا سالتها سؤالين. اول سؤال قلت لها اطلبي منه ان انت هتتطلقي وتتجوزيه، هيوافق؟ سالته قال لها اه، قال لها انا موافق، انا هتجوزك، بس انا واثقه ان هو مش هيتجوزها. فين الماسكه؟ مش عارفه. ان السؤال الثاني سالتها قلت لها طب على فكره يا دكتور ممكن يتجوزها وينفصلوا. لا انا واثقه ان هو مش هيتجوزها، لان هي انا اسفه، اصل المشكله دي المشكله دي يا دكتور هي في نظره واحده في الارض، انا اسفه مش عايزه اقول لفظ على الهواء. دكتور هاله، في رجاله على فكره ممكن تعدي او تخفر للست اللي بيتحبها. ايوه، ما احنا طلعنا حلقه مع بعض، ممكن بيحبها يا جماعه. هو طلعنا حلقه مع بعض وحد كلمك قال لك ايه ازاي اغير الست اللي عاوز. لا هو مش ممكن يكون بيحبها، هو ممكن يكون بيعمل معاها كده على ما تفرج، ممكن يكون شاب مش متجوز معهوش فلوس فبيتسلى بيها. شايفه ان احنا مهما نكلمها مش هتسمع لكلامنا خالص، هي قدامها فرصه ان هي تبعد عن جوزها الاساسي، عشان بصراحه يعني مش عارفه اقول اللفظ ايه. لا يعني انا عندي امل، خلينا يعني نديها الامل يا منى. انا ما بقولش تطلق بدليل انها اتصلت بيه. لا مش بقول تطلق. لا يعني بتقولي هي ما فيش امل انها تتعالج. لا هي في امل بدليل انها اتصلت بينا ولجأت لنا، ففي في امل. غريزه الست يا دكتور مش زي الراجل. انا عايزه برضو اديها امل ان ربنا قال والنفس اللوامه، كون انها بتلوم نفسها ده حاجه جميله، وهقول لها طبعا ارجعي ضروري. هي دكتور هي مش بتلوم، هي محتاره، هي عايزه حد يقول لها تاكلي ده ولا تاخدي تاكلي اليمين ولا تاكلي الشمال. مش متماديه على طول ولا جاءت لنا، يبقى عندها استعداد انها انا شايفه ان هي واحده خلاص عايشه خلاص لنفسها، وعايشه الراجلين قدام، عايشه الواحد بيصرف وواحد حاسه بيه بانوثتها وان هي ست معاه. صح، دي كارثه اصلا. هي منى اتكت على حته انوثتها. دي النقطه اللي انا كلمتها فيها، قلت لها هل يعني علاقتك بيه الحميمه نفس علاقتك مع جوزك؟ بتعملي معاه يعني بمعنى اخر، بتعملي معاه نفس اللي بتعملي مع جوزك؟ قالت لا، هو محسسني بانوثتي، هو محسسني ان انا مش عارفه ايه، هو كذا هو كذا. طبعا هو متجوزها ورسمي ما تحسش بالحاجات لا دي. هو بيلعب، هي اكيد اشتكت له في البدايه وهو دخل من النقطه دي، قالت له مثلا انا جوزي كذا، طب تعالي، طب بالذات انه يخش البيت. وده انا بلوم راجلين في نفس الوقت. ده بلوم الراجل الوقح، انا اسفه، اللي عمل معاها العلاقه دي واستغل الظروف، وبيت بيخشه المفروض يعني يحترم صاحب البيت، ومفروض ومفروض ومفروض، ده راجل خاين وما ينفعش ابدا. هو الفيروس يا دكتور جنى من شويه ولا عمال بيشيل من شويه؟ وبلوم برضو الخيانة والعدم الاخلاص بالظبط. وبلوم برضو جوزها، بلوم جوزها، لازم تحسسها بانوثتها، لازم تحسسها انها جميله، لازم تحسسها انها وهي طمعانه برضو. يعني
طب اعرف كل حاجه، دكتور عايزه انت المال كنت في وعايزه الحلقات اللي فاتت كنت رفقا بالراجل شويه، بس انا بقول لها يحسسك بنصك وانت راجل حسسيه برجوليته بالظبط. يعني عشان يعني كده هو سالتها بيشتغل السؤال وطالع ده عينه اكيد وعمال بيوفر بالظبط. لهم في الظروف اللي احنا فيها دي يا جماعه، الظروف دي على فكره صعبه قوي قوي. عشان كده انا عايزه اسال مريم بقى، لو انت يا مريم صغير يعني حد جاي لك، ايه معايير الراجل اللي انت تتمنيه، او ايه يعني البنات بتختار او بتبقى عايزه ايه في الراجل، بمعنى يعني بمعنى بسيط تختاري الراجل بناء على ايه المعايير اللي ممكن تختاري بيها الزوج او الخطيب او الشخص اللي يتقدم لك؟ مريم عندي كام سنه الاول؟ انا 18 سنه. صغيره قوي اعتقد ان هي تختار برضه. هتجيب معيارين وتسيب 28 معيار. يا جماعه يا جماعه ما بقاش في حد صغير دلوقتي. بس هو اهم حاجه انا شايفه ان هو يبقى راجل طموح وبيفكر في مستقبله، عشان اضمن ان ده مستقبله هيبقى كويس وهيقدر يعيشني عيشه كويسه. فلازم يبقى مش اللي هو انسان مكتئب او زي ما موضوع الحلقه ان هو عن الاكتئاب وكده، فلا طبعا لازم يكون انسان قادر يبسطني يسعدني يخليني مبسوطه. مش لازم يبقى غني، بس لازم يبقى كريم عليا حتى لو هو يعني فقير ماديا او كده، بس قادر ان هو يعني يبقى يديني مشاعر وحب واخلاص. ده هيغنيه طبعا عن المال، او اصل بتقول جوزي بيصرف عليا ببذخ او كده، لا طبعا ده مش يعني لازم تبقى حب ومشاعر وبذخ في الفلوس يعني، بس لازم الحب والمشاعر الاول. وطبعا الامان، الامان ان الست تحس ان هي الراجل شاريها ده حاجه لوحدها كفايه يعني. انا شايفه ما شاء الله كده. عليك يا مريم. ما شاء الله. اهم حاجه فعلا زي ما مريم قالت الامان والحنان، يعني اهم حاجه تحس من الزوج بالامان والحنان. طب لو جالك واحد عصامي بني نفسه بس حريص شويه في الفلوس، وجالك واحد في نفس الوقت ابن العز والحسب والنسب ومعرفش ايه ومبذر جدا وبيصرف كتير جدا، تختاري مين فيهم يا مريم؟ لا انا اختار اللي هو يبقى كريم معايا، كريم معايا فطبعا يبقى بيديني المال طبعا والاحساس والمشاعر، يعني الاثنين حلوين. الاثنين يعني ما تميزيش حد عن حد؟ لا مش قوي. طيب نستأذنكم نشوف الشيف كده عمل لنا ايه؟ بالزوج الصالح يا رب العالمين يا رب. انا موضوع الحلقه بقى عملت عصير، برضو العصير ده مكوناته اول حاجه لبن وموز موزتين يعني، وحطيت كاكاو وحطيت سكر وهضربه دلوقتي. اعصابك دي بتاعتك يا دكتوره هنا طبعا. لا خالص. البلح بس اهم حاجه يبقى الصبح عشان البلح. بصي كلي واحرقي. دكتور ما سمعتش حل المشكله. مشكله ايه؟ مشكله المدرس. هنحلها دلوقتي. عايز اسمع حلها من حضرتك عشان هي فعلا مهمه جدا. عشان الخلاط شغال بس. مسج على الموبايل بتاعك بسيط جدا بس يعني هو نقول مكوناته. طب كده يا كريم مكوناته اول حاجه لبن وموز وكاكاو وسكر، وبسيط جدا يعني بضربه. حلو قوي. بيبقى فيه فوائد كتيره جدا. هو فعلا ده كله بيحسن المود ويحسن المزاج. كل المكونات دي وعصير يعني كويس جدا. بيتخن ولا لا؟ عشان احنا بنعمل دايت يعني. هو ممكن بقى من غير سكر بالمناسبه. لو حد عنده اكتئاب بسيط او متوسط وشرب من ده لمده 3 شهور الصبح ممكن يخف. طب الله يبارك لك يا شيف، يعني تخلصها وتشيلها، لان انا عبال ما بنخلص الحلقه ما بلاقيهاش. خلاص يا منى ان شاء الله بعد الفاصل هنتكلم في الموضوع تاني ونقول الحل. خلاص ماشي دكتور. ليه فوائد كتير جدا للدماغ والمود، فهو عامل منقوع هيحط شويه منهم على في الخلاط عشان الطعم ما يبانش، بس هو ليه فايده كبيره جدا لمرضى الاكتئاب او انا اسفه لاضطراب الاكتئاب، ما بقولش مرضى. هنرجع نشوف كده اراء انا الاول قبل ما نرجع لكم، عايزه صفحتك بس، صفحتك كريم من فضلك. انا صفحتي على انستجرام وفيسبوك اسمها فريش سوشي باي كريم، وانا لسه بادئ الموضوع ده بقالي حوالي شهر بالظبط، وده السوشي اللي انا عملته النهارده. ثلاث انواع زي ما قلنا، واحد سموكت سالمون وواحد كراب ماكي وواحد بالخضار، وكمان عملت العصير ده النهارده هحط عليه منقوع زهر البابوني. هنحط شويه على العصير وبعد كده ممكن نضربه. انت شغل عصير. انا حقيقي بحييك يا كريم، لان انت نموذج جيد للشباب، يعني انت شاب صغير وفكرت في فكره جميله وفي حاجه متطوره وحلوه والشباب بيحبوها. متشكر. وانت قلت لي انت عملت من البيت، يعني ما عندكش مكان ما عندكش امكانيات، بدات من البيت وعملت صفحتك وبتقولي لقيت عليها اقبال حلو قوي، فحقيقي انت نموذج جيد للشباب، ويا ريت كل الشباب يفكروا زيك يا كريم. يعني مش لازم احط ايدي على خدي واستنى الحكومه واستنى الوظيفه الميري وما اعرفش ايه، لا يا جماعه كل واحد ممكن يفكر في
فكره ويعملها في البيت والكلام ده كله. طب ليه كريم فكرت في السوشي بالتحديد انك تعمله؟ السوشي وانا يعني سافرت بلاد كتيره وكنت بحب اكله، ودايما لما بنيجي ناكله انا او صحابي في اي اماكن بيبقى من الحاجات اللي الناس كلها بتحبها وطالعه ترند اليومين دول. وكمان الاسعار يعني بتاعته بره غاليه شويه فعلا. ففكرت في الفكره يعني، لقيت ان هو سهل جدا وبيتعمل بسهوله، وفي نفس الوقت يعني هي حاجة مختلفة ان هو بيتباع عن طريق البيت. اكيد طبعا في الظروف اللي احنا فيها كمان، يعني الناس ان هي تأمن ان هي تاكل مثلا من يعني حاجة بيتي احسن مما تاكل في محل بره يعني. اشكرك يا كريم حقيقي، انا فرحانة بيك وفخورة بيك. نرجع بقى لمشكلتنا بسرعة كده، كل واحدة تقول حل بسرعة سريعة كده في عجالة للسيدة اللي اتصلت بينا، وانا طبعا مكلمها على السوشيال ميديا ومديها كلام حلو قوي. فنسمع منا. هقول لها بسرعه كده، ارجعي لربنا واستغفري كتير جدا، اقعدي مع نفسك، ضلمي اوضه اقعدي فيها، غمضي عينيكي كانك بتتحاسبي قدام ربنا، هتقولي لربنا ايه؟ رقم واحد. رقم اتنين، امنعي نفسك عن نقول عن المتعه الجنسيه حرام. اللي هي انا بقولها متعه لان خلاص هي دخلت في الحاله اللي هو ده حاله مزاجيه شديده قوي، وامنعي نفسك انك تاخدي منه مصاريف ما تاكليش وتشربي من الطرف الثاني. شوفي الميزان او الكفه اهني واحده فيهم اللي هتكون معاكي وتمشي معاكي، وتبداي على اساسها تاخدي الاختيار السليم علشان ما تظلميش ابو اولادك وتظلمي اولادك في المستقبل. ما انا خوفي كله على الاولاد بالزبط. وخوفي عليها برضه، فارجعي وحاسبي نفسك معنا. نشكرك يا منى. وسالي نسمع سالي. انا رايي الشخصي بالنسبه لي انا، لا خدي قرارك، لا مش هقول لك الناحيه الدينيه او الناحيه العمليه، شوفي انت عايزه ايه من جواكي، عايزه تكملي مع جوزك كملي، مش عايزه ابعدي عن الاثنين تماما، عن جوزك وعن الشخص الثاني، وخدي قرارك. ولو انت عايزه تبداي حياه جديده ابداي مع شخص ثاني خالص. اشكرك يا سالي. هنسمع بقى مريم على انها ممكن تكون شابه، راي الشباب بقى نسمعه. انا شايفه ان هي تحترم ولادها وجوزها اللي احتواها في الاول واللي بدا معاها المسيره بتاعت الجواز كلها، لازم ان هي تحترم ده كله، وانا شايفه ان دي فتره وهتعدي، وان هي ما تحطهاش في دماغها وتشغل وقتها بحاجات احسن عشان تنسي. وانا في الاخر برضه هقول لها خليكي غاليه لان انت كده رخيصه. انا اسفه، انا قلتها لها على السوشيال، على الصفحه بتاعتنا، انت كده رخيصه، انت كده رخيصه جدا. الست دايما غاليه بكرامتها بعفتها وبخجلها، واتقي ربنا في بيتك وفي ولادك، واعملي له اختبارات كتير من ضمنها قولي له اصرف عليا لان جوزي الحقيقي ما بيصرفش عليا، طب انا اتطلقت تعالى اتجوزني، وهتلاقيه سقط في الاختبارات ان شاء الله. واشكركم، اشكر الساده المشاهدين، واشكر ضيوفي منى وسالي ومريم، واشكر كريم. بسيطه قوي النهارده سالي، ما عرفتش خالص يحصل حوار ساخن بيني وبين سالي كل مره بصراحه. ان شاء الله طبعا دي القضيه اللي حضرتك طرحتيها قضيه مهمه جدا، وانت اكيد اكيد انا متاكده انك مش بتنامي من كتر المشاكل ديت او العلاقات الزوجيه اللي فيها خيانه، خاصه بتحسي بتانيب ضمير لما وصلتيش الرساله على اكمل وجه وحاولتي انك تبعديها وتنصحيها. فانا حابه ان هي تتواصل مع حضرتك اكتر واكتر، واحنا نتواصل مع حضرتك وان شاء الله هنوصلها، بس مش للثالث اللي سالي بتقول عليه. يعني انا قلت تبدا حياتها جديد من اول وجديد، حياه جديده خالص. بالظبط كده. طبعا انا سعدت بيكم قوي بكلامكم وبصحبتكم كمان معايا كلكم، واشكر الساده المشاهدين، واشكر فريق العمل في القناه، واشكر ضيوفي الجمال كلهم، وانتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم كلام عسل.